مرحبا اصدقائي، عرفت راسي انني تعطلت عليكم بزاف وغبرت عليكم بزاف لظروف خاصه، لكن على اين عدنا بفيديو جديد ان شاء الله نتمنى يعجبكم. وصراحه الفيديو عنده علاقه وارتباط من بين المشاريع الثانويه اللي كنخدموا عليها واللي غتشوفوها في الفيديو واللي ديتاي ديالها. صراحه البلاصه ديال الفولونتي اللي يعني اللي خدام معايا في تقريبا في نفس الديستريكت بعيد سميتو بعيد الفيلاج ديالو تقريبا ساعتين حنا كنتمشاو. المهم نحاول نشارك معكم جميع التفاصيل وفرجه ممتعه. صراحه الطبيعه عندهم كما قلنا في بزاف ديال الفيديوهات طبيعه خلابه ورائعه تقريبا بحال يعني المجالات القرويه ديالنا في المغرب، ولكن هنايا تبارك الله كاينه الخضوريه فيما مشيتي، واكيد ان المنطقه كتشهد المنطقه الوحيده اللي كتشهد بزاف ديال التساقطات المطريه يعني على المدى عام كامل. الى توقفات توقف واحد اليومين ثلاث ايام كترجع بوتيره كبيره بزاف. دونك حنا مازالين غاديين في الطريق. صراحه عييت ساعتين حنا كنتمشاو باش نوصلوا للبلاصه اللي حنا فيها عفوا اللي فيها البروجي البريمير بروجيكت ولا المشروع الثانوي، واكيد نتوما عارفينه، ولكن نحاول نشارك معكم في فيلاج واحد اخر كيفاش كيخدموا الناس. فوالا اخيرا حنا وصلنا للفيلاج اللي فيه الصديق ديالنا. على اين حنا خمسه ديال لي فولونتير، وكل فولونتير عنده جوج ديال القرى ولا ثلاثه تقريبا اللي كيتطوع فيهم. القريه قريه وحده اوبليغاتوار انه يكون فيها، الثانيه والثالثه على حسب الاختيار ديالو. كما غادي تلاحظ معايا الناس هنايا كاين بزاف ديال الناس، هادشي اللي كيعجبني في رواندا صراحه. فيما مشيتي كيكونوا الناس وتيشاركوا باعداد كثيره جدا. دونك كما كتشوفوا هنايا كنحاولوا هادو من بين المشاريع الرئيسيه، كنبنيو راوت صغير اللي قدايا اللي كتشوفوا ليه ها هما، وهذا راوت ديالهم ودو من بين المشاريع ديال كره افريقيا. دونك خدامين عليهم، مازال ما وصلناش الصراحه يتحملوا واش هذا هو الفيلاج اللي غادي نديروا فيه لا ساريبات. غنمشيو للبلاصه اللي فيها ان شاء الله. شوفوا معايا البنات العيالات خدامين يا سو. دابا كما قال لكم يعني هو ملي شاف بان كاين بزاف ديال الدراري بحال هادو ما عندوش بلاصه فين يقراو فين يتعلموا، اقترح على كره افريقيا ان نديروا هذا البروجي هذا، يديروا هو هذا البروجي هذا مع الكوميونيتي وتحاور مع الكوميونيتي وسي وخرجوا بنتيجه ديال انهم يبنيو الكيند جرانت اللي هي الراود اللي هي. وصراحه مشروع زوين، سو اتس ا جريت بروجيكت ماي براذر. على اين الصديق ديالي دابا كيحاول انه يجمع عاوتاني الساكنه المحليه، وكما كتشوفوا اغلبيتهم نساء رجال شويه باعتبار ان كاين بعضهم اللي كيخدموا في داك الراود. دونك على حسب ما فهمت من الكينيا رواندا ديالهم تيشكرهم على يعني على الكونتريبيوشن ديالهم على المساهمه ديالهم في مسار هذا المشروع هذا وفي الاختيار ديالو وما الى ذلك، و تيشكرهم عاوتاني على البيبينيير اللي داروا ديال لافوكا وديال باشن فروي بعد الفواكه.
ودابا غادي نمشيو نعاولوا شويه دوك الناس اللي تيبنيو نجيبو الصون الطوب ومن بعد عاد غادي نمشيو للنصاري بعد البيبينيير بليز بير ويز مي صبروا معايا اغلبيه نساء نساء شو الصف هادو كامل غادي يعاونونا واحد بواحد غادي نجيبو دوك ستونز Yeah, what's your name? My name is Ishan Jan Bosco. Jan Bosco? Yes, I'm Plamo leader of cooperative. My cooperative is named Ishema Ryargunga. Ishema? Ishema Ryargunga. Nibieza. What kind of activity? Yes, we are do the avocados, pepinier. Pepinier? Yes. Nibieza. Nibieza, boss. Yes. We will see you pepinier. Yeah. Here you go. بقاو معايا باش تشوفوا البيبينيير. Yeah. حنا غاديين وكذلك غنستمتعوا بالطبيعة. شوفوا داك ستونز تحملوا الطوب الأحمر. غادي نجيبوا غير هذا. كيما قلت لكم العيالات بزاف هما اللي تيخدموا ماشي تيخدموا انما كيتطوعوا معانا كيساهموا في هذا البناء هذا الروض هذا كاميرا ماما كاميرا مراكوزي تبارك الله الناس خدامين كاميرا غادي للبيبينير نشوفو صراحة أول مرة غادي نشوفو هنايا نشوفو كي صايبوه ونتمناو إن شاء الله يكون مزيان ولدت تكير فقر شوفو بيبينير ديال دايرين فيه سيت ديال البذور ديال لافوكا وبعد معرفتش واش دايرين المانجو المهم دايرين شي حاجة من غير لافوكا ديت سي وادي ديد ان شاء الله نتمنى بخير بقاو معايا شويه شويه نوصل البلاصه ايوا ملي كاينه الطلعه هادي دونك راه بعيد الحال دونك بير ويز مي بالنسبه للماشيه صراحه في ما مشيتي كل عائله كتلقى عندها اقل حاجه كتلقى عندها يا اما خرفان يا اما خروف يا اما شي حاجه ولكن الاكثريه دايرين سميتو دايرين البقر بصراحه زوين عندهم هادشي واسمحوا لي كثرت عليكم على هاد الصراحه ولكن هادشي اللي كاين الصراحه جو بونس كو حنا وصلنا دابا للبلاصه نشوفوا واش هي هادي ولا لا اي هوب ات ذا بليس
دونك شي واقيلا حنا وصلنا للبلاصه البيبينيير. نتمنى تكون الخدمه كيف ما عادناها ان شاء الله خير. نتمنى نيت ما يطفاش ليا التليفون ونتمنى خير. حنا وصلنا للبيبينيير. بيبينيير صغير ماشي شي حاجه لي كبيره جو بونس. هذا هو البيبينيير. الصراحة ماشي شي حاجة اللي هي كبيرة، متوقعش إن يكون فحال هكا، مي إتس أوكي، شي اللي عطا الله. ودابا شنو غادي نديرو؟ غادي نعطيو سميتو كل كوميونيتي ممبرز البارتيسيبانت، غادي نعطيهم واقيلا هادو ولا هادوك اللي لهيها، باش يزرعوها عندهم في الدار ديالهم. و هنا كاين جو بونس لافوكا. هنا كاين لافوكا وهنا كاين سام فروت بعد الفواكه الاخرى كتجربه اولى وصافي. يا هذا مكان كيفاش كيفاش يقدروا يزرعوا هذا الغضور ديال سميتو ديال لافوكا. كانوا مزال عندي لو كجرا نقول يبقى شي كوكو. وهذا من بين الاشخاص اللي مهتمين في البروغرام ديال الاكستشينج فولونتير باش يجيو للمغرب. ولكن هذا مكان هو البيبينيير اللي الصراحه ما عجبنيش. اخر المطاف ما عجبو. هذا مكان ونتشوفو في فيديو اخر ان شاء الله اما قريب. Rwanda niturwubaka abanyamahanga bazarugana imbere mu Rwanda niturwubaka abanyamahanga bazarugana imbere mu Rwanda niturwubaka abanyamahanga bazarugana imbere mu Urubanda nitukubaka abanyamahanga bazarugana ibere mu Rwanda. Urakoze cyane.